أهلا وسهلا بكم على قناة الكبير ون وأولى حلقات برنامج المسابقات المثير. برنامجنا بيعتمد على الذكاء والفطنة وينمي قدرات الطفل المزاريطي، وصدقوني البرنامج ده مش للأطفال وبس، لا ده هيشد الكبار كمان. عارفين يا ولاد اسم البرنامج ايه؟ جامستي. ما سمعكم شيء، اسمه ايه يا ولاد؟ جامستي. براو عليكم. ومعانا العروسة دي اللي هتكون صاحبتنا طوال حلقات البرنامج. البقرة دي هتقول السؤال بس بعد ما يقول لها حد جامستي. يلا يا حجي عم مجيد. جامستي حاجة بتنور لنا الدنيا ومن غير كهرباء، سهلة قوي، حد عرفها؟ ها جامستي. ماشي، في الشتاء بتدفينا وفي الصيف بتلسعنا. ها قول انت. جامستي. جامستي ايه يا جاموس انت؟ ما هو واضحه كيف السمسه. ها اقول انا قبل هديه، اقول هني. قول يا حج عبد المجيد. وابو الجاز. جاز لما يحرقك. هتبدا المعركه دلوقتي، عم بنسبلها ومسكوا في بعض. جاب البنيه اللقميه، جاب اللقميه، جبت جاب الشلوب، سوفليكس رائع مع التثبيت القدمين، تنين، اوبا 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 اوبا. انا بجد مش قادر افهم يا توماس، ليه الناس كلها منجذبه لقناه الكبير؟ ليه؟ انا مش مصدق، احنا كنا محققين اعلى نسبه مشاهده في المزاريطه والقرى اللي حواليها، المقاريطه والبقاريطه والملطيطه. وبعدين هنعمل ايه؟ جوني احنا في نزول مستمر، احنا بنقع. عارف احنا بنقع. عارف بجد احنا بنقع. عارف خلاص. هنعمل ايه طيب؟ انا مش فاهم، الناس سايبين الNBA، تخيل سايبين الNBA وبيتفرجوا على مصارع حريمي. انا بجد مش مصدق، قول لي بقى احنا نعمل ايه لو سمحت. لا جوني سوري انت بتتفرج عليها؟ سوري اصل كانت بتضربها، قطعتها خالص. بص جوني خليك معايا، قول لي هنعمل ايه. توماس يعني انت عملت اللي عليك خلاص، اوكي؟ في حدود امكانياتك انت بجد، يعني شابو، عملت اللي عليك، بس هتعمل ايه؟ ربنا خلقك امكانياتك قد كده. دلوقتي انا هتدخل. انت مشكلتك يا توماس انك من بره بس قشره، يعني ما عرفتش توصل للكالتشر والجمهور عاوز ايه، ما عرفتش تعملها دي لانك من بره سطحي. يعني حتى التاتو بتاعك تنين، يعني ايه تنين؟ ولا حاجه. بص يا معلم، احنا اشترينا افلام اكشن وساينس فيكشن، في ماتريكس، افاتار، ايرون مان، باد بويز. بص يا معلم، احنا ننزل ET في افاتار في ماتريكس. يا هتشوف، تعالى كده بس. اوه ماي جاد، جامده ام احمر. ها انت شفتش حاجه، ام ازرق دي في اول الماتش كانت لابسه نحله، لما قلعته بهدلتها خربشه وعض وضربه. اوه ماي جاد. اوه وايلد كاتس. الهاتش ده يعني هو عمال يضرب كل التوائم دول مره واحده؟ طب هم معقول كل دول جم في بطن واحده؟ ايه يا زويل، ما انت جاي انت واخواتك ال 12 ببطن واحده. اقلب يا ده يا زويل، اقلب، ورينا قناه الكبير جايب ايه. اعزائي المشاهدين، دلوك ميعاد ختام برنامج اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، واحب اشكر المعزبه سين الف اللي حكت لنا بلوتها مع جوزها جيم نون اللي باع جاموستها من وراها، الجاموسة اللي جابوها لها أهلها من وهي طفلة وقضت معاها أحلى سنين عمرها. وأحب أقول لها معلاش ما تزعليش، الجاموسة تروح وتاجي، إنما جوزك ما يتعوضش أبداً، جوزك ده ب100 جاموسة. وأخيراً أحب أشكر كل الزملاء اللي شاركونا في البرنامج. إعداد عم محمد الضياصطي، مصور الحج أبو المكارم، مهندس صوت سامح جمال، مهندس ديكور سامر الجملاوي، جرافيكس الحج مناويشي، والمخرج الكبير الكبير. ومع تحياتي هدية مرت الكبير. ستوب. طلعتي موهوبة يا بقرة. أنا كنقفت. طبعاً عشان أنا إنسان سطحي وقشرة وبفكر في الأمور من بره، وأنت بقى إنسان عميق وبتفكر كويس، فطبعاً لما تنزل بإيتي وبعد كده ماتريكس وبعد كده أفاتار فالناس هتتوهم وتتفرج على الفيلم اللي أنت شايفه قدامك ده دلوقتي. لعلمك بقى الناس دي بعد ما جربنا معاهم كل حاجة برضه مش هيتفرجوا علينا. لعلمك مفيش أي أمل. برافو برافو. خلصت؟ في حكمة قديمة كان بيقولها راجل حكيم، أنا مش متذكر أصله منين الحقيقة، كان بيقول العبرة بالخواتيم. خواتيم اتس لايك جمع ختمات اللي هي نهاية الحاجات. اوكي. فاللي أنا عملته ده كله يعتبر فيرست ستيب بس، لسه التقيل جاي. اتفرج، أنا هنزل بحاجة هتخلي الصعيد كلها تقعد في البيت، ولا حد ينزل يزرع ولا حد ينزل يقلع. هنزل بأليس إن وندرلاند. اوه امال ايه يا معلم؟ هينزل يكسر الدنيا. لعلمك انا كنت قاصد ان افاتار ينزل من غير نظارات. الناس فعلا الجمهور كله لما شافه حس ان في حاجه مش قد كده. لما نزل النظارات مع أليس إن وندرلاند الناس هتتوهم بالجرافيكس 3 دي يا معلم، 3 دي. ولسه الاتقل ايه؟ التوك شو. توك شو ناوي يعمل حاجه تخلي دكتور فيل واوبرا ينافسنوا مني بجد. بس يعني توك شو ده هياكل هنا في المزاريطه؟ اللت يا معلم، اللت. احنا طول ما احنا ماشيين في الشارع لت، في الغيط لت، الناس بتحب اللت. ايه انجح 3 برامج في مصر؟ قول. القاهره اليوم، البيت بيتك 90 دقيقه. كل ده ايه؟ برامج طبخ؟ لا، توك شو. يعني برنامج زي 90 دقيقه ده نعمل حاجه زيه ونسميها 60 دقيقه. ايه القلش ده؟ ليه ما عندكش شخصيه؟ ليه حرامي كده؟ مش قلت لك انت قشر من بره وبس؟ فقاعه، مجرد فقاعه. الناس تقعد تتعب عشان تعمل 90 دقيقة وأنت تاخد 60 دقيقة على الجاهز كده؟ طب خلاص بلاش، نعمل برنامج 5 مساءً، يعني بيبقى بدري شوية علشان الناس هنا بتنام بدري. 6 مساءً، 7 مساءً. دم الاجتماعي، أنت تعريفك دم الاجتماعي لو اتفقع ملوش وجود، عبارة عن فقاعة عاملة تاتو وتنين. توك شو كيف يعني؟ برامج يا كبير اللي هيجيبوا فيها الناس يتحدثوا ويرطوا، كيف برنامج الاستاذ اللي هتحبه كتير ده ممدوح فرج. هي انت، بكلمك انت خير جنابك يا جاموسي. انا بقول لك الكلام اللي هو بيقوله في البرنامج. لا لا لا، قصدي جنابك اللي بتاع الاخ اللي هتحبه كتير، عمرو بيه قديم. عموره ده راجل عسول وكيوت خالص. ايه راي جنابك لو تعمل عندنا انت المزاريطه اليوم؟ والله فكره مليحه، جبتها كيف دي؟ ونعملوا فيها فقره ونسموها اسالوا الكبير. جديده لا جديه كبير. شوف، هدي لي التليفونات وطلع لي نمره الدكتور عزت ابو عوف. يلا امر الجناء. دكتور ليه؟ الف سلامه عليك يا جلوس الطين. عزت ابو عوف اللي هيطلع مع عمرو دي في البرنامج. كلمه انت بس وقول له الكبير عاوزك تطلع معاه في برنامج المزاريطه اليوم، هو هيفرح ومش هنختلف. شوفوا ياخد كام وشوف الديل ايه. طب لو ما ردش او ما فاضيش ايه؟ كلم سامح الصريطي. جوني توك شو. صباح قشطات. النهارده اول حلقه من حلقات جوني شو على قناه المزاريطه تي في، قناتكم. جوني شو مش زي اي شو. احنا بنحب نقدم مشاكل، قضايا تهم كل مواطن مزاريطي، وبنقدم حلول كمان. النهارده معانا الحاج حامد، احد نماذج النجاح الاسري في قريتنا. وده ليه؟ لان ابنه هو الوحيد في المزاريطه اللي قدر يتحدى الصعاب ويشق الصخر ويدخل معهد تمريض. مش بس كده، عمل معجزه اكبر، اتخرج منه. الحادثه دي أثارت جدل كبير في الشارع المصري، لدرجة إن كل المخرجين والكتاب بقوا بيتفاوضوا مع الحاج حامد عشان يشتروا منه القصة دي ويعملوها فيلم ساينس فيكشن بيزد على ترو ستوري. إزيك يا حاج حامد؟ أهلا مستر جو. جوني. جوني. anyway عايزك تحكي لنا عن تجربتك مع ابنك، إزاي اديته بوش عشان يبقى حاجة؟ عادي يعني. لا انا قصدي يعني ما انت لازم تقول، يعني قول معايا ازاي ابنك حقق الانجاز ده وانت وراه. طيب يعني انت عاوز توصل ليه يعني؟ طب انت قافش ليه دلوقتي؟ يعني اهدى بالهداوه. انا عايزك تقول لنا ازاي كنت بتتعامل معاه في البيت. انا والله ما كنتش بشوفه ولا كنت بقبله خالص. انا كنت ارجع من الشغل اخر النهار وهو كان بيجي من معهد التمريض ويشتغل بو 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 في المذاكره، كان بيوجع دماغي. انا ما احبش الدوشه، عايز انام، عايز استريح. طردته من البيت خالص، قلت له يا لغور شوف لك حته ذاكر فيه بعيد عني. مارست معاه اسلوب الضغط. هايل هايل هايل. يعني انت كل يوم بتدي له جرعه نيجاتيف انرجي وهو بيحولها اوتوماتيكلي لبوزيتيف انرجي. هايل، يا ريتنا كلنا نبقى مستر حامد. اقفل الموبايل، اقفل اقفل. مستر حامد، فاصل ونواصل. ايه يا جوني في ايه؟ مالك متوتر كده ليه؟ انا مش متوتر. لا متوتر، وشكلك اكنك اول مره تقف قدام كاميرا. لا جوني الراجل كلك، ريلاكس ريلاكس لو سمحت، ما تبوظليش شغلي. وشوف برضو عملت اللي في دماغك ونزلت دي. ايه دي بقى؟ دي هي اللي كانت نازله لوحدها. لا إيه انا قلت لك ثانيه واحده. انت بتديني اداء تاني؟ ما تنساش نفسك، انا اللي عاملك، انا القناه، انت ولا حاجه من غيري ولا حاجه، وكل البلاتو عارف. انا اديتك تفصيله صغيره قوي تعملها فشلت فيها. ده النموذج اللي قلت لك تجيبه؟ ده نموذج بيعذب ابنه وبيذله؟ هو ده اللي لقيته؟ اعمل لك ايه يعني؟ مخصوم منك اسبوع. اتفضل. اوكي ست اعتماد، اتفضلي يا ست اعتماد. ايوه اتفضلي اقعدي هنا. بص يا ست اعتماد، دي كاميرتك ودي اضاءتك، رستقي نفسك. امشي يلا امشي يلا. وجه ميعاد الفقرة الثانية. الفقرة دي إنسانية ومؤثرة جامد جدي. فقرة يجعل بيوت المحسنين عمار. ومعانا الحاجة اعتماد. ازيك يا ماما الحاجة اعتماد؟ اه يا ولدي عايشين. احكي لنا مشكلتك يا ماما الحاجة. ولا مشكلة ولا حاجة يا سي جوني. أنا كنت متجوزة وعندي 3 عيال. وكنت راضية وحمد ربنا والحمد لله. لولا الولية حماته الله يحرجها، ولية عجربة دماغها معاش شحنوشة من ناحيتي، قاعدة لي على الساقطة واللقطة يا ولدي. في يوم قامت عركة كبيرة قوي بيني وبينها، كلمة مني على كلمة منها جالها جلطة في المخ. جوزي ما استحملش، طب ساكت للصدمة. بعد ما جوزي مات بيومين الواد الوسطاني سخن جامد قوي، خدناه واتدلينا على الوحدة الصحية. الدكتور كشف عليه وقال عنده حالة وراثية، هيفضل سخن كده طول عمره. يلا بخطرة واحنا راجعين من الوحدة الصحية ركبنا الميكروباص، قعد تاني قدام والعيال قعدوا ورا. قام السواق اترازل علي كده حبتين، كلمة مني على كلمة مني اتقلب بينا الميكروباص. اطمن ما حصلش حاجة، أنا بخير الحمد لله. غيرش بس الواد الكبير اترش. اوه ماي جاد، اترش ايه؟ مبيد؟ اسنج يا ولدي، انطرش ما عادش يسمع ولسانه تجلي شويتين. الواد الصغير اتكسح خالص ما عادش ينفع واصل. بس الحمد لله يا ولد، يعني بخير ما حصليش حاجه. الحمد لله، محروق الباقي. anyway لو في اي حد عايز يساعد الست دي وانا شك يتنيل، يتصل بالارقام اللي هتتنيل تظهر على الشاشه عندكم دي. ها الناس موهومه طبعا صح؟ يا معلم الناس مبهورين ببرنامج. ايه الجديد؟ مفيش جديد في اللي بتقوله. الناس مش مصدقين نفسهم لدرجه ان هم ما حدش شاف البرنامج. انهي منطقه في كلامك صح؟ الجزء الاولاني ولا الجزء الاخراني؟ نزل رجلك دي. يبقى الجزء الاخراني. ايوه. لا انت كذاب، انت كذاب، انا شفت في عينيهم الفرح. فانت خدامهم نفس مني يا عم، نفس انت كمان. الناس كلهم بيتفرجوا على التوك شو بتاع الكبير، المزاريطه اليوم اسمه كده. ايوه هو كمان دم الاجتماعي زيك، سارق اسم برنامج تاني. انتوا كلكم قلودين، عشان كده البضاعه الصيني نجحت في البلد. اتفرج بقى. فاصل وعنواصل. هاي واتس اب اشلي. ميس يو بيب، عامله ايه؟ ميس يو تو. تمام. ايه كايرو عامله ازاي؟ انت مش متخيل، كايرو زحمه زحمه زحمه. اشلي طمنيني، جبت الحاجه؟ حاجه ايه يا عمي؟ راح تسكور، ما تقول لها الهدايا، ما احنا عارفين ان راح تجيب هدايا. طيب اهي البضاعه وصلت. ايه جبت الحاجه والبضاعه؟ ده ما دي محشيه. لا لا لا، دي عاديه، محشيه قطن. شور هادرس، روح جيب بقى الهدايا من بره. طب بالاذن تعالى هنا. ايه اللي في ظهرك ده؟ اوه ماي جاد، ده عيب خلقي؟ لا ده حيل. يا حرام. يعني انت جدتك من مامتك عندها نفس التكوين؟ لا اني بس. ايه الهبل ده؟ انتوا ازاي صدقتوه؟ هو في حلب؟ ايه تضحك يا احبل؟ تسرقني انا؟ تسرق الراجل اللي عملك وبنيك؟ الحكايه عمرها ما كانت شعر اصفر او لبس كاتشي او انك طول الوقت تقلدني وتعمل. لا الحكايه من جوه. عاوز قلدني جو اهيد، بس قلدني في الخير، في السلام، في الوئام. انا بجد مصدوم فيك. امشي من وشي اليوم الدين. هادرس ويت. ايوه اوعدك لو اتغيرت بجد من جوه الدبدوب ده هيبقى ملكك. اوعدك هتغير. كلام رخيص قوي يا هادرس. انا عايز اشوف حاجه عملي. لحد اليوم ده ما شوفش وشك تاني. امشي. طب كل سماحتك امشي. يا جماعه احنا عايزين نخلص موضوع المحل ده بسرعه. معاك حق، الفالنتاين كمان اسبوع، لازم نلحق نرص الحاجات دي في المحل عشان الناس تلحق تختار هداياها. انت جبتي حاجه للبوي فريند بتاعك اسمه ايه؟ توماس فوكس اسمه ايه؟ لوكس. اني anyway، جبتي له ايه؟ عشان هو برج الاسد فجبت له ورد وتشوكلت واسد لعبه. ده باين ان هما جوز هبل. نعم. لا انا قصدي توماس وهدرس. باين. تعالي هنا. برج الاسد ازاي؟ انا شفته، ده اخره في الابراج الصيني، برج الجمبري، برج البورس. حرام عليك، ده كل حاجه فيه اسد، شخصيته، حركته، مشيته، ديله. بقول لك ايه، انا بجد يعني نفسيتي تعبت من اللي عملته في هدرس. هو انا قصيت عليه بزياده؟ بص بقى، بصراحه يعني احنا كان لازم نسلمه للكبير يمسكوا السلك عريان. هو ماله؟ هو تلاقيه يعني ضحيه بيئته، يعني اتولد في عيله مثلا واطيه، اتعلم حاجات زباله من ابوه، يعني مش بايده. طب خلاص، ما دام انت شايف كده روح صالحه. معاك حق، وبرضه الحقه، يمكن يكون مخبي بطوط في كلسونه. هادرس! What a beautiful day. السلام عليكم يا جناب العمده. وعليكم السلام. ها، في حاجه في دماغك معينه ولا تحب تاخد فكره؟ يعني عايز حاجه على ذوقك. طب انت ستايلك ايه؟ اسهال. ايه القرف ده؟ بقول لك ستايلك ايه، مش عندك ايه؟ اسهال جنابك، يعني لو لقى عندك دوس فلافيل، اي حاجه تانية. هي مش دي اغسخانه برضك؟ اغسخانه ازاي؟ الاغسخانه العلامه بتاعتها معروفه، تعبان عنده هانج اوفر وبيرجع في حوض او في كاس. فين هنا بقى؟ فين العلامه هنا؟ كل الدباديب دي شايفها اغسخانه ازاي؟ امال المكان ده ايه طيب؟ جيفت شوب، عيد الحب، كل سنه وانت طيب. جيفت ايه وبتاع ايه؟ وبعدين احنا فين والعيد فين يا بيه؟ يا بني ادم انت، 14/2 ده عيد الحب، يعني كمان كام يوم. لازم كل راجل من اهل البلد يجي هنا علشان يشتري هديه، دبدوب، ورد لمراته، علشان يعبر ليها عن حبه في عيد الحب. يعني بدل ما ادخل على قلب بشويه فاكهه، ولا ادخل على وليه بكيلو لحمه، ادخل لها بدبدوب. يا راجل عيب عيب. انا هقول لك نصيحه واحده لوجه الله، اقفل المخروبه دي، انت مش عيل صغير. لا حول ولا قوه الا بالله. كئيب موت. beautiful day for real. خلاص بقى يا جوني، كابني معلش، خلاص لازم دلوقتي نركز، علشان زمان الناس هيخلصوا شغلهم ويجوا على هنا اكيد علشان ياخدوا الدباديب بتاعتهم. So weird so weird. يا ريتنا كنا فتحنا محل كشري. مفيش حد هنا فاهم يعني ايه فالنتاين، واستحاله يفهمه ولا حتى بعد 100 سنه. ليسن جوني، المحل بجد تحفه، بس احنا محتاجين نكثف الدعايه بتاعتنا. والله العمده ده سكر قوي. قال ايه عدنا نجيب هدايا لحريمنا. يا نهار اسود، يعني انا عاود البيت وفي يدي دبدوبه؟ ده كانت العيال تزفني. ايوه امسك دبدوبه وشويه شويه طول شعري وبعد كده حطه احمر وابشط اترقص. برجه بريلم العفش. فكري في الراجل بتاعك وهيبقى خاتم في صباعك. جوني جيب تشوب، افكار مطرقعه ورومانسيه مولعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اللي قول لي يا كبير، هو ايه الفالنتاين ده؟ هي شوطه في البلد ولا ايه؟ ده عشر حد يسالني على الزفت ده. الفالنتاين ده تجليعه من تجاليع الامريكان وبلونا بيها. شوف يا هدي، الفالنتاين ده الناس بتصحى فيه الصبح يلبسوا استغفر الله العظيم ويقعدوا يطمايسوا على بعض طول اليوم ويبعثوا لبعض SMS كلها استغفر الله العظيم، وبعد كده ينزلوا يشتروا بتاعك ده استغفر الله العظيم ويلفوه واخرة الليل يتلموا مع بعض ويعملوا استغفر الله العظيم. واه استغفر الله العظيم. في ايه هدية؟ انت قلقتيني بالمسج اللي انت بعتيها دي. دلوك انا عاوزه اسالك سؤال. اتفضلي. ايه الفالنتاين ده؟ طب ومطيه صوتك ليه يا هدية؟ احسن استغفر الله العظيم تطلع حاجه حرام ولا حاجه؟ لا طبعا مش حرام. شش وضحي حسك ولاش فضايح. فضايح ايه بس؟ يا هدية الفالنتاين ده يعني عيد الحب. عيد الحب يا هدية. طب انا فهمت دي من التلفزيون، بس الكبير قال لي ان هي حاجه استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم ايه بس؟ ده يوم بيحتفل بيه الراجل والست حبهم، يعني بيقولوا كلمتين حلوين لبعض، بيتعشوا عشوه حلوه كده يعني. طب انا الكبير عمره ما عمل معايا الحاجات دي. لانك اكيد مش بتحاولي تحسسي بمشاعرك دي، لازم توصلي مشاعرك دي بحاجات كتير زي الهديه مثلا. ده انت حتى اسمك هديه. هو لازم الموضوع الهديه ده؟ طب ما ينفعش ندي لبعض فلوس؟ فلوس هي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير جه معاك يا فزاع؟ لا ما جاش، لكن بعتني اجيب له طلقة من المكتب عشان الطلق اللي معاه خلص. طب اطلع هتلقى الطلقة في الجردة التحتاني. أمر جنابي. ها قولي. بصي يا هدية، الهدية دي بتعبر عن الحب، ومهما تكون الهدية بسيطة بتكون مالك يا واد مبومك ده؟ ايوه يا ست هدية. بتعمليه عنديك؟ بجيب المنجة للمنجة. منجة ايه؟ انت مش جاي لي طالع تجيب طلق؟ ايوه بلا ماخذه، قصدي الطلق يا ست الناس الطلق. المنجة قال، احنا فين والمنجة فين؟ قوم يا تفز. امر جلال. الحمد لله على السلامة يا كبير. الله يسلمك. يلا يا وليد جهزي لي العشاء. امرك يا كبير امرك. انت طرشتي ولا ايه؟ فين الوقت؟ جاهز يا كبير. امال في ايه؟ اصلي كنت عاوزه اقول لك حاجه كده. ايه؟ بص لي في عينيا يا كبير. خبر ايه ولا ايه؟ بص لي زين. اها انت مين مغناطيسي ده؟ انا بحبك قوي يا كبير، بحبك من كل معاميعي وما اقدرش استغنى عنيك. واصل يلا عاد قول لي كلام حلو انت كمان. عيني، بس انت عارفه اني بستحي يعني، اتضيري شوي. ماشي يلا يا ابو الغني. حضري لي الوكل يا وليه. ها ايه اللي حصل؟ ضربني بالبلغه. ايه ده؟ ليه كده؟ كان جعان وعايز ياكل. اكيد انت عملت حاجه غلط يا هديه. ان شاء الله عدمك ما عملت حاجه غلط، انا نفذت كل اللي قلتي عليه. امال هو كده ضربك من غير اي تفاهم؟ لا، هو قال لي اتديري الاول وبعدين شوحني بالبلغه. اوكي، انا فهمت النوع ده من الرجاله، النوع ده بيحب السربرايزز. انا بقى هخليكي تعملي له ليله فالنتاين عمره ما هينساها. ماشي. معلمك هادي يا معلمك هادي، ما تفضحنا يا جسمي. انت عرفت لي كيف؟ وانا توه عنك يا معلم، ده احنا وشنا في وش بعض ليل نهار. الا انت ايه اللي جابك؟ مش قلت انك هتتزف؟ طب ما انت كمان قلت انك هتحط احمر وتقعد في البيت كيف النسوان وهتترجس كمان. انا ما جبنيش هنا الا الشديد القوي يا معلم. ليه؟ مرتك بوزها شبرين كيف البومه وقاعده جرفاكي في حياتك ليل ونهار عشان موضوع الفالنتاين ده؟ ايوه، لكن انت عرفت كيف؟ ما هو ده اللي جابني انا كمان يا ابو مخ ظلم، بس انا الموضوع قلب عندي صريخه ولطمه وليله ما يعلم بيها الا ربنا، قلت اخدها من قصيرها واندل اجيب الهديه واطاطي للريح. صح يا معلم، ربنا يكفيك شر كده الناس. امين يا رب العالمين. يا دي يا زوير، لا انا شفتك ولا انت شفتني، سامح يا عاد؟ عيب عيب يا معلم، سرك كبير يا معلم جعادي. جسمك جسمك جسمك. السلام عليكم. ايه ده فزاعه، ايه المفاجاه دي؟ انا مبسوطه قوي انك جيت النهارده. صح صح مبسوطه. ايوه طبعا مبسوطه ان كل اهل المزاريطه جم النهارده عشان يحتفل بالفالنتاين. ربنا يفرح قلبك كمان وكمان يا ست شلي. هقول لك ايه يا ست شلي، عاوزه تجيب هديه. دي للجيرل فريند بتاعتك صاحبتك يعني؟ لا يا لسه ما بقيتش جيرل فريند، انما انا ناوي النهارده يبقى لي. ناوي اهديها الهديه واقول لها وتقول لي والحديد ده. جريت، برافو عليك يا فزاع، دي مناسبه هايله عشان تعمل كده. اخترت حاجة؟ لا اختاريه وانت سيدة الاختيار الأولى. نجيلنا انت حاجة وش القفص كده على زوجك الحلو. طيب هي بتحب ايه؟ هي عاملة زيك كده، هتحب المزازيك. طيب مش بتحب أي حاجة تانية؟ ما خبرش، أصل أنا ما أعرفش عليها حاجات كتير يعني، إنما هي عاملة زيك كده. طيب أنا هحاول أظبط لك حاجة على ذوقي، تحب ألفها؟ لا تلفي إيه؟ هقول لك دي كيف النسمة، ما هتشربش مخدرات. مخدرات؟ انا قصدي الفها لك هديه كادو. اذا كنت انت حابه تعملي كده لفها لي. تحب معاها كارت؟ لا ده اكيد خط. You are a big donkey. ربنا يجبر بخاطرك. روح انت فزاع دلوقتي وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه. باي. سلام عليكم.